راه هذاك الشيء باش حاولنا ما امكن اننا نجمعوا يعني احنا الكنيسه يعني وندير لهم واحد الامسيه اللي غادي نحاولوا نفرحوهم بها، نحاولوا نخلقوا واحد الاجواء يعني احتفاليه لذاك النهار يعني ديالهم، ونعطي لهم واحد القيمه يعني ذاك النهار، نحاولوا يعني اذا كتشوف العام كامل بنادم يعني ذاك النهار ديالهم حاولنا ما امكن اننا نعطي لهم شي حاجه اللي ما عاشوهاش يعني وما كانوش يعني منتظرينها، يعني كينتظروا ذاك النهار في العام انه يحتفلوا به. داكشي باش قررنا احنا نديروا ديك الامسيه ونحاولوا ما امكن اننا نستدعيوا النساء ومسعفات اللي يكونوا معنا ان شاء الله. تحسسي في الاسباب الاول الاساسيه اللي تقدر تفيدهم في الحياه اليوميه ديالهم، وكيفاش انهم يدخلوا يعني كيفاش انهم يتعاملوا مع الاصابات اللي تكون يعني في الحياه اليوميه بمناسبه اليوم العالمي للمراه. فضلنا انا وزميلاتي المتطوعات اننا نقدموا واحد امسيه تحسيسيه لفائده الطلبه خصوصا الطالبات الاناث وربات البيوت الامهات الاسعافات الاوليه، اللي من خلال التجربه ديالي كنشوف انها ضروريه ومهمه ان كل مرأة تكون عارفها، وكل بنت بالنسبه للجامعات المدارس الثانويات في البيوت، بحكم اننا كنتعرضوا لعده حوادث مثلا بالغاز، سقوط من الدرج، كسور، ولهذا درنا احنا حمله تحسيسيه باش نوريهم كيفاش يتعامل مع هذه الحالات. احنا اليوم هنا مجتمعين الاحتفال باليوم العالمي للمراه، وكنحتفلوا به على باختلاف الجمعيات الاخرى، وبخصوص اننا كنختصوا في الاسعافات الاوليه خصصنا هذا النهار لورشه تحسيسيه مختصه من الدرجه الاولى للنساء خصوصا ربات البيت. كنقدموا لهم طرق الاسعاف اللي ممكن انها تفيدهم في ديورهم وتفيدهم في المجتمع ديالنا. احنا اخترنا نديروا اسعافات اوليه يعني باش نوعيوا المراه لاهميه الاسعافات الاوليه اللي تقدر تقدمها للاسره ديالها كأم، يعني واحد الاسعافات اللي غادي تفيدها في حياتها، شي حاله يعني شي مصاب عندها في الدار، شي طفل عندها مثلا اختنق كيفاش دير له، مثلا الا كان نزيف كيفاش دير توقفه، مثلا الا كان كسر كيفاش دير تثبته. احنا كنعاونوا نحاولوا نعطيو لها واحد الاسعافات اوليه مبدئيه انها كيفاش دير تتعامل مع الاصابه اللي غتكون عندها في الدار، وغادي تخفف من حده الاصابه على ما توصل يعني سياره الاسعاف وما تخليش يعني الوضع يتفاقم عندها في الدار. وبهذه المناسبه كنهنئ كل مراه مغربيه مجتهده وكتثابر باش تتعلم اشياء كثيره سواء كانت قاريه ولا ما قارياش، المهم كتاخذ واحد الوقت باش انها تعلم اشياء كثيره. المراه في هذا اليوم العالمي يعني كنتمنى لها يعني الصحه الجيده وتكون يعني حتى هي كتعرف الاسعافات الاوليه باش تدخل فيها يعني اذا وقعت شي حاجه ولا هادي. كنتمنى للجميع نساء العالم ماشي غير المغربيات يعيشوا في هناء وسلم وامان، ويكونوا يعني واحد يكونوا امهات ذات يعني واحد المستوى عالي يعني، وفي واحد ديما كنتمناهم يكونوا يعني في واحد الفوق كما كنقولوا احنا الفوق في واحد المستوى عالي ان شاء الله.